إذا حال الله بينك وبين معصية عزمت عليها فنجاك الله منها، فقسما بمن أحل القسم لا ينجي الله عبدا من معصية قدر عليها إلا إذا كان عظيم الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. قال الله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ثم قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم قال: إنه من عبادنا المخلصين. هذه منازل يؤتيها الله من يشاء من عباده. وكن على يقين أن الله كلما عصمك من معصية ثم أحسنت شكرك عليها إلا وسيعصمك عما هو أكبر منها، حتى يهيئك أن تدخل جنته وقد طبت جسدا وروحا. فإن من أعظم كرامات الله أن يتولاك الله ظاهرا وباطنا، فإن الله لا يضيع أولياءه. فمهما كاد لك الخلق فإن الله محيط بالكافرين، فإن الأب لا يضيع أبناءه، فما ظنك برب العالمين؟